هشام الفياك، أنا عمري ما حبيت حدا غيره. مين لينا فوزي؟ محجوز لها الجناح الملكي في الأوتيل ومتوصي عليها في كل حتة. أميرة مهمة جدا، جاية مخصوص عشان تحضر المعرض وتشتري الألماس. وأنا اتسرب مني ألماس قبل كده ومن بيتي كمان. ولو ظهرت أنا في الصورة دلوقتي يمكن لبسها. ابن أخويا اللص الحرامي. معقولة شفتك تاني؟ وحشتيني وحشتيني أوي يا حبيبتي. لو اتكشفت لا أنا ولا الجماعة لينا علاقة بيه. أنت غيرت له اسمه؟ أنت وديته الواد فين؟ الشميز هيتكربش. جديد. عينيك. مالها عينيا؟ بتفكرني بميشو الله يرحمه. ميشو ده كله بتاع حضرتك؟ ليك ما يغشك إنه أنا أنوثة وفستان ورقة وهيك، لا أنا قوية وبعشقك. شو هيدا؟ بيقهرها وبيبكيها وبيعذبها وبيدمر لقلبها كرمالها.